أسعد الله مساءكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم في عين على فلسطين، واليوم الحلقة 40، وسنتحدث عن قرية حمامة المهجرة. يا طير يا رايح على حمام، سلم على الأحباب، وقول الغرب طالت وطال بيننا الغياب. سلم على الكروم وقول لها دام عزك وعزك يدوم. سلم على التينات والعنباه شجرة شجرة. سلم يا طير على توتتنا السمرة وقول يا سمرة، خلي ثمارك الحلوة على قلوب العدا جمرة. حمامة بلدة فلسطينية مهجرة في الجنوب الغربي من ساحل فلسطين. أصل التسمية وادي الحمى لأن الجيوش الإسلامية التي كانت تحاصر مدينة عسقلان كانت تعسكر على ضفتي وادي حمامة. تقع على بعد 2 كيلومتر من الشاطئ وعلى مسافة 3 كيلومتر شمال مدينة المجدل. هذه مدينة المجدل وهذه حمامة، وهذا الشاطئ الفلسطيني، هنا مدينة غزة وهنا مدينة القدس. ترتبط حمامة بالطريق الرئيسية الساحلية وطرق ثانوية، وبواسطة هذه الطرق ترتبط أيضا بمحطة السكك الحديدية وبالمجدل وبشاطئ البحر. تقع أراضي بلدة حمامة على شكل مربع، وإجمالي أراضي القرية 41,000 دنم. كثير من الوديان التي تمر في أراضي حمامة، أهمها وادي حمامة الذي تأتي مياهه من مرتفعات المجدل مخترقا أرض البركة، والذي يفصل غرب البلدة عن شرقها خصوصا في فصل الشتاء. عام 1948 بلغ سكان حمامة 6,000 نسمة، وفي عام 2000 يقدر إجمالي عدد أنسال سكان حمامة ما يقارب 60,000 نسمة. كانت لحمامة أهمية اقتصادية لكبر مساحة الأراضي الزراعية التابعة لها، حيث كانت الأكبر بين قرى المنطقة الساحلية من ناحية عدد السكان وملكية الأراضي الزراعية، وكان لعنب حمامة شهرة في فلسطين. وتعود أهمية حمامة الزراعية أيضا لأنها تمتد وسط منطقة يزرع فيها الحمضيات والعنب والتين والزيتون والمشمش واللوز والجميز والبطيخ ومختلف أنواع الخضار والحبوب. حتى عام 1948 كان أهالي حمامة يملكون ما ينيف عن 20 بيارة برتقال. تمت زراعة الأشجار الحرجية لتثبيت الرمال والحد من زحفها، وهذا يدل على تقدم فهم المزارع الفلسطيني قبل النكبة. كان يتخذ مخطط بيوت حمامة أو يتخذ مخطط بيوت حمامة شكل النجمة بسبب امتداد العمران على طول الطرق التي كانت تصل قلبها بالقرى والبلاد المجاورة. كانت توجد مدرسة ابتدائية للبنين وأخرى للبنات في بلدة حمامة، وذلك قبل أن تبنى دول يهاجم أبواقها فلسطين وشعبها. دمر الغزاة صهاينة حمامة وشردوا أهلها وبنوا عليها مستعمرة بيت عزرا ونتسانيم. وشكرا لكم.